أظهرت البيانات الصادرة عن المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أظهرت استقرار حركة تراخيص البناء الاستثماري في المملكة، وقد بلغت التراخيص الصادرة من المركز البلدي 547 ترخيصاً لغاية 2 أغسطس الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ فيها عدد التراخيص الصادرة 548 ترخيصاً. وقد أوضحت شؤون البلديات في بيان لها أن ثبات حركة إصدار التراخيص للبناء الاستثماري يعكس ما تشهده السوق المحلية من إقبال على الاستثمار، والذي يترجم في استمرار إنشاء مشاريع نوعية كالتجمعات التجارية والمجمعات التجارية أو التجمعات السكنية والمجمعات التجارية، وهو ما يشكل دعما ورافدا للقطاعين العقاري والتجاري على حد سواء. طرحت شركة مطار البحرين المسؤولة عن تشغيل المطار الدولي مزايدة جديدة تتعلق بطلب تقديم اقتراح لحق الامتياز لتطوير وتشغيل وحدات الأغذية والمشروبات في صالة الوصول والمغادرين في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي. وسيتعين على الشركات الراغبة في دخول المزايدة تقديم طلباتها قبل نهاية 12 من سبتمبر المقبل، ويعتبر الامتياز الجديد ضمن عدد من الامتيازات التي منحتها الشركة في إطار التحضيرات لتشغيل مبنى المسافرين الجديد الذي تجري أعمال استكماله على قدم وساق. أعلنت جمعية مصارف البحرين عزمها تنظيم ملتقى حواري مفتوح هو الأول من نوعه مع مختلف المؤسسات المصرفية في البحرين، وذلك في 8 أكتوبر المقبل. ويهدف الملتقى الحواري إلى البحث في آليات تعزيز أداء الجمعية كمظلة لجميع المؤسسات المصرفية وتكريس دورها كممثل فاعل بين تلك المؤسسات ومصرف البحرين المركزي في إطار تعزيز ريادة القطاع المصرفي أو المالي في المملكة. ويتيح هذا الملتقى الفرصة للمؤسسات المصرفية للقاء مع مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة صناعة وتجارة البحرين الذين سيطلعون المؤسسات المصرفية على أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت لصالح تعزيز مركز البحرين المالي والطموحات المشتركة معها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم. مساء الخير دكتور وحيد، ومرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. مرحبا أخوي أحمد، السلام عليكم. مرحبا بك. في البداية دكتور وحيد، كما ذكرنا في الخبر الجمعية تنظم هذا الملتقى لأول مرة، ما هي أهداف هذا الملتقى وكيف سيسهم في تعزيز دور الجمعية في خدمة القطاع المصرفي في المملكة؟ الله يسلمك. هذا الملتقى يعني لأول مرة يعقد، بيكون مرتكز على عدة محاور. نعم. من بينها زيادة التشبيك بين المؤسسات المالية والمصرفية، ومحور حول تعزيز دور الجمعية مصارف البحرين كذلك. وكذلك بنشوف الاستماع إلى أصحاب القرار من أعضاء الجمعية والشركاء الاستراتيجيين مثل مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة وغيرهم، لأن آرائهم ومقترحاتهم من غير شك ستسهم في تطوير عملنا الذي بدوره سينعكس على انتعاش الاقتصاد وزيادة نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. لذلك فإن فكرة الملتقى هو جمع كافة هؤلاء للتحاور وعلى هذه القضايا المشتركة، ويخرجون لنا بتصورات ورؤى توحد جهودهم لتحقيق الهدف المشترك، وهو يعني تعزيز الدور للجمعية ودور البنوك في خدمة برامج التنمية الاقتصادية الذي يعزز بدوره القطاع الخاص في التنمية وفقا لرؤية البحرين 2030. الله يسلمك. نعم دكتور، بهذا الخصوص كيف سيسهم الملتقى في معالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في البحرين وخارج البحرين، لا سيما موضوع التقنية المالية فنتك التي تعتبر ابتكار جديد يضاف إلى مجال الخدمات المالية؟ نعم، احنا في الجمعية نعمل وفق مبدأ التكامل. نعم. حيث أن كل خططنا تستند على مشاركة كل الجهات المعنية، وهذه يعني الدور اللي لازم كل المؤسسات تلعبه.
لأن الإثراء يصير من المخرجات اللي تضمن نتائج إيجابية، لأن لما الاجتماع كلهم مع بعض نتائج إيجابية. ونحن على ثقة بأن وجود كل هذه العقول المتميزة تحت سقف واحد أنه مما لا شك فيه الوصول إلى حلول لكل التحديات التي تواجه القطاع. أما الشق الثاني الله يسلمك من السؤال حول التكنولوجيا المالية الفنتك، فإن الجمعية ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية في تعاون مستمر لمواكبة هذه الموجة الجديدة من هذا القرن، ونسعى جاهدين بأن تكون المملكة كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة. وسوف تكون هذه القضية أخي أحمد أحد المحاور الرئيسية في هذا الملتقى، حيث سيتناول رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان أحمد في كلمته في مقدمة اللقاء أو الحوار هذا المحور، لكي يطرح للتداول والحوار من قبل الحاضرين، خاصة أن المنتدى السنوي الذي سوف تنظمه الجمعية في أواخر شهر أكتوبر، عندنا بعد فورم ثاني في أكتوبر الغد، سوف يركز على موضوع التكنولوجيا المالية من كافة الجوانب. نعم، نتمنى كل التوفيق لهذا الملتقى. الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث تراجع مؤشر البحرين العام اليوم ليقفل عند مستوى 1352 نقطة بانخفاض نسبته 0.10%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعي البنوك التجارية وأيضا الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 12,037,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2,967,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 127 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 89% من القيمة الإجمالية للتداولات. ننتقل الآن مشاهدينا إلى إغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودي التي تراجعت في إغلاق اليوم بنسبة 0.18% مقفلة عند مستوى 8227 نقطة بتأثير من انخفاض مؤشر قطاع التأمين. نتحول لمؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي ارتفعت بنسبة 0.51% مقفلة عند مستوى 5437 نقطة بدعم إيجابي من ارتفاع أسهم القطاع المالي. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة أكبر في تداولات اليوم بنسبة 1.61% مقفلا عند مستوى 4883 نقطة، وذلك بفضل مكاسب أسهم شركات الطاقة والبنوك في البورصة. فيما أقفل سوق دبي المالي في نفس الإقفال السابق عند يوم أمس عند مستوى 2977 نقطة، فيما أقفل سوق مسقط الأوراق المالية بارتفاع بنسبة 1.14% مقفلا عند مستوى 4420 نقطة بدعم من ارتفاع كافة مؤشرات البورصة العمانية. أعلنت وزارة الخارجية السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وأصدرت الخارجية السعودية بيانا رسميا قالت فيه بأن الوزارة اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وأدى هذا القرار لتعرض الدولار الكندي للهبوط أمام الدولار الأمريكي وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.
أظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة الإماراتية بنسبة 9% في الربع الأول من العام الحالي، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 227 مليار درهم بعد نمو إيجابي في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية. وسجل الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي مساهمة بنسبة 61% من إجمالي الناتج المحلي في العاصمة بعد نموه بنسبة 4% ليصل إلى 137 مليار درهم. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل تفاصيل جديدة عن أموال صدام في البنوك اللبنانية تثبت ضلوع حزب الله الإرهابي في دعم العصابات. زاد الاهتمام بالقطاع العقاري في مصر بعد دخول الدولة لاعبا رئيسيا فيه من خلال مشاريع الإسكان الاجتماعي مع منافسة من قبل القطاع الخاص. ويعني دخول الدولة في القطاع العقاري بهذا الشكل إعادة تقييم بعض الأراضي والوحدات السكنية بشكل أسرع مما كان عليه، لا سيما وأن شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع بدأت في زيادة محافظ الأراضي لديها. وتم تسجيل عقارات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوزت 108,000 عقار بزيادة غير مسبوقة، وصلت إلى نسبة أكثر من 130% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. بدأ اليوم تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، فيما سيبدأ تطبيق الدفعة الثانية من العقوبات في شهر نوفمبر المقبل. وأكد دكتور فواز العالمي الخبير السعودي في التجارة الدولية أن هذه العقوبات ستشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الإيراني، ومن المتوقع أن ترتفع حدة البطالة في البلاد إلى حوالي 36%، وانخفاض المستوى المالي والاقتصادي والتمويلي والاستثماري وهروب رؤوس الأموال من إيران. وأضاف أن أهم فقرات هذه العقوبات هو عدم المتاجرة بالدولار الأمريكي والذهب والفضة والمعادن النفيسة والحديد الصلب. انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي بعدما قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستعيد النظر في دخول تركيا إلى السوق الحرة بالولايات المتحدة، مما قد يؤثر على واردات تركية تقدر ب 1.66 مليار دولار فيما يعتبر تصعيدا جديدا في التوتر بين واشنطن وأنقرة. وجاء إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد إعلان أنقرة عن فرض رسوم انتقامية على البضائع الأمريكية ردا على رسوم أمريكية جديدة فرضتها على البضائع التركية من الصلب والألمنيوم. وتفاقمت حدة التوترات بين الشريكين في حلف الناتو بسبب رفض أنقرة إطلاق سراح قس أمريكي محتجز لديها، مما فاقم من أزمة الليرة التركية المتداعية حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغت الليرة فيه 5.14 مقابل الدولار وفقا لصحيفة حرية التركية. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. انكشفت خيوط إضافية عن خفايا تورط شبكة عراقية تعمل على خط بيروت بغداد ادعت امتلاكها وثائق تفيد بأحقيتها بأرصدة تقدر بالمليارات في البنوك اللبنانية تعود لعهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وبحسب معلومات قناة العربية فإن زيارة مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد أتت بعد إبلاغه بمعلومات مثبتة تفيد بضلوع دول إقليمية وبعض الأطراف اللبنانية المحسوبة على حزب الله الإرهابي،
في دعم عصابات تحاول ابتزاز المصارف اللبنانية لسحب ودائع بأسماء مودعين لأهداف سياسية بحتة تدخل ضمن زعزعة استقرار الليرة التركية أو الليرة اللبنانية وضرب سمعة القطاع المصرفي لتصل إلى حد تعطيل قيام التشكيلات الحكومية الجديدة.